السلام عليكم، صباح الخير. كيف صباحتم؟ مزيانين؟ كلشي بخير وعلى خير؟ هادي شحال ما صورت لكم شي فلوق، رجعت كنعكز عليهم. كنت ما باقيش نصور فلوقات، عاوتاني ندير فيه شي بليه هاد تبليت وتصور فيديوهات. مره كنت وحاش نصور شي فلوق. عينه اليوم السبت، جبرتونا خارجين. زيد عنده اليوم مدرسه العربيه، قلنا نديوه ندرسوا. قلت لكم عنده غير جوج ساعات صافي، وقلنا هي هذيك نخرجوا كاملين نعملوا دويره نفطروا برا. طبعا العوله نفطرتهم قبيلتي انا وامين اللي باقي نفطر. ايوا صافي، نستناوها جوج ساعات دابا هي دازت، وانتم معايا دوزوا معايا هذا النهار. صافي جبرتوني دابا نزلت جنيد في المدرسه، دابا نمشيو نفطروا. دخل فرحان اليوم، اول نهار مبغاش يدخل، دخل حشمان. دابا خلاني مشي كيجري يدخل، عجباتو المدرسه. بنات فاين، شوفوا قبل ما نكملوا الفلوق ديالنا، بغيت نشارك معكم بعض الزينات ديال الزيانه. رجاء ما تديوش على الصوت ديالي، اختكم مريضه. المهم العقلتوم كنت في الصيف في المغرب، كنت حضرت واحد السابع ومشيت عند الزيانه رجاء، عدلت لي وجهي وشعري وما قدرتش نوريكم مكياج حيت كان مكياج معيق بزاف، ما قدرتش نطلع به هنا في الفيديوهات هيداك، وكان عجبني بزاف المكياج ديالها. ودابا عملت شوتينغ من بعض الزينات ديال الجديد ديالها، وبغيت نوريه لكم باش تشوفوا الخدمه ديالها والمكياج ديالها ما شاء الله كيفاش عامل. عندها مكياج غزال، هادو لبسات جدادين عاد دخلاتهم. عملت شوتينغ ديال زينه الاميره، وكاينه التخليله وكاينه التشاده، انا غنوريهم لكم كاملين هذا الجديد. وباقي كاين عندها طبعا لباسي اخرين وموديلات اخرين، غنخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالها، دخلوا عندها. هي كاينه في كاستيون دي لا بلانا، ولكن هي كديبلاسون اسبانيا كامله، يعني فيما كنتو بغيتوها غادي تريزيرفيوها على بكري وغادي عندكم. طبعا كان عندكم العرس ولا السابع بغيتو تعملوا الزينه ولا نتوما شنو بغيتو، عندها لبسات فني ولين هي كتكري اللباسي ابار هادو ديال الزينات، عندها لبسات اخرين ديال الحضور كتكري اللبسات، وعاد كتزين وكتعدل المكياج والشعر اللي باغا تحضر وصافي. المهم انا غنخلي لكم نمره الواتساب ديالها، وهي تعطيكم ديك الساعه العنوان ديالها فين كاينه. هي كتكون في المغرب ولكن الغالب كتكون في اسبانيا، حاليا كاينه في اسبانيا ولكن راه كتهبط المغرب. مي تكون في المغرب ديك الساعه تواصلوا معاها الا بغيتوا. صافي البنات، شوفوا تبارك الله شدات، وحشنا شي حدا ورتنا. دابا هي شي عروسه تعرب الزيانه رجاء وتعيط لي نجي نحضر. يلا البنات نخليكم دابا تكملوا الفلوق. جونات رجعت لكم. صافي نزلنا جونات في المدرسة، جينا نجلسو عند القهوة ديال تشينوس نفطرو حيت كاملة تشورو مزيون. إيوا صافي نفطرو نشوفو شنو ديك الساعة ندخل ديك المحلة هو قبالتي، ديك محل إم جي إي اللي كيبيع كلشي بعشرة الأورو، ماشي كلشي، المهم عنده بزاف حاجات بعشرة الأورو، هو معروف هايدا بديك عشرة الأورو، وعندو الحاجات ديال 15 20، بعض الحاجات كيكونو بخمسة. أمي شاف فيا ملي كنت غندخل المحل، غندخل بوحدي في دورة ونجي، خليكم باقي جالسين كنفطرو. فيما كنجيني هنايا كندخل لهم، كنقدرش ما ندخلش. صافي انا منكم دويره صوركم شنو كاين الجديد. ايوا صافي هذا ماك كما العاده، كولا كاو في الطاسه. ايوا دابا ساليت الفطور، ندخلو نبركو شويه شني عند هاد المحل شني جابو جديد. شوفوا عندهم هادو ديال الاقامه اللي كتجي ديك المنظم ديالها 15 الاور. شنو اخر عندهم هنايا؟ هادو ديال السكر واتاي وقهوه، كاين حتى هادو. شوفوا هادي ديك اللي كتحك الجعده وديك شي يدويا 5 الاورو. كاينه هادي تقطع ديال الخضره، شوفوا هادي ولا حلي بزار وكيمون، يمكن تروحي اللي بغيتي 10 الاورو. تمام حكاكه. شنو اخر عندهم هنايا؟ شبيكه ديال مغارف 15، شبيكه ديالها كلشي مغرفات ملونين. هادي شنو هي؟ ديال الجبن. بلاطو سواني، هاي شكل اخر عاود ديال الاقامة. شوفوا هادي 10 الاورو، ما عرفت كتب وحده كبكيس انا تكون بوحديتها. شوفوا هادي مزيونه فيها ثلاثه ديال الطويسات، وهذيك بخمسة الاورو رخيصه. صافي انا برك عليا مقشعه بعدي عندي بلعه، ما نزيدش نشري هادشي. هذا شقد شي طاسه. هادي حلوه ديال فروت، هادو ديال الخبز مزيونين.
شوفوا هذه باكيه كيس انا بجيبهم ملونين كل مره، كيفاش كيجيبهم موديل 10 الاورو فيها 6. شنو هادو الطويج نسيت وين الفخار 5 الاورو 4 قلت لي كاينين ديال هاد طويسات الفخار جوج بخمسة الاورو دابا عاملين. يسر الله يهديك الله يهديك محتاج عندي. وهادي انا نوريكم كسيوة ديالي اليوم. شوفوا شوفوا على حلاوة ما يمكنش، شحال حلو ماكينة الخياطة ديكور فيها مجيرات كيف تفتحش تفتح هيدا شحال مزيان. شوفوا الورد مشى فوق الورد الوردية يمشي خفت منه ما تخافش زيد زيد. واحد الكليسة غزالة كتحمق هنايا التبارد ضليلة في الشجيرات لوجاي مشات تلعب مسكينة بوحديتها دابا جينا كيقرا مسكين يا صافي نجلس هنايا كنتبردو في هاد الضليلة. مكتوبة ديال جنيد ديال العربية ومبداوها كتاب حرف البائي أستاذة صحة الوادي برع من التمارين فضلك ولونوا السحابة التي تشتمل على كلمة فيها حرف باء. هلال أرنب يا حصرة كنت كنقراو هادشي تقرا. ولونوا السمكة التي فيها حرف باء. شفت واش عملوا حرف التاء اليوم؟ اليوم عملوا حرف التاء. كما أسمع تاء أضع علامة. تمر نمر. النمر لا يشتمل على حرف التاء. بالعربية حيلة. طاء طائرة زرافة مزيان. وعندو كتاب ديال الإسلام وديننا بسم الله. قبل أن أتوضأ أقول بسم الله، قبل أن أقرأ، قبل أن أدخل إلى المسجد، وقبل أن أكتب. أيوة الله يعاونو مساك الله يوفقكم. وهنا يا بنات من بعد ما رجعنا للدار رجعنا في ساعة الغداء فعملت غدا خفيف ظريف خفان زربان. هنايا عندي صديرة ديال الدجاج قطعتها طريفات صغارين، عملت لها شويه ديال الملح ليبزار هذا الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، زدت شويه ديال الكوري وخلطت. كنزيد نعمل حتى لقمه ديال الدجاج مخلطه، كتعجبني الدجاج بالقمه بزاف كيجي مزيون. صافي خلطت، عملت شويه ديال الصحتر وشويه ديال الثومه يابسه وخلطت وخليتها طيب. وهنايا دوست نقشر بطاطا باش غادي نقليها، غادي نعمل تاكوس بالبطاطا والدجاج. ما ديوش على الصوت ديالي البنات، هذا الفيديو صورته ديك النهار وكل مره كنقول نعمل له مونتاج ومرضت وبقيت كنستنى صوتي يرجع معوض، ما بغاش يرجع معوض، قلت خليني نسجل الصوت واخا بهذا الصوت هذا قبلوا عليا وصافي. المهم هنايا قليت بطاطا كيف ما كتشوفوا معايا وجبت الخبز ديال التاكوس، عملت الصلصه هي الاول ومن بعد عملت الدجاج وبطاطا مقليه وجبن. صافي بغيتو كل واحد شنو كيبغي يزيد فيها، تقدروا تزيدوا زيتون، تزيدوا الخاص، مطيشه، انا كيعجبني غير هيدا. وصافي جمعت الساندويتشات ديالي وعملتهم في ماكين ديال بانيني يتحمروا وصافي. كان هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم. ملي ساليت مشيت نعمل تمارين مع جنيد. يلا قرا تا تو تي تا. برافو زيد ت لا تن لا. تن ايوه زيد تن 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 ولكن كوكا في الثالثة كل يوم. لا قولي بالعربية شنو خصك تعمل دابا؟ لون تلون. ايوه برافو يا دكيلة لون. خليتو كيلون ومشيت هنايا نعدل لهم ميريندا. غادي نعمل بانكيك. هنايا عدل جوج ديال البيضات، زدت عليهم 4 مغارف ديال السكر، واحد الخنيشه ديال الفاني، وزدت نص يترو ديال الحليب. وديك الساعه كنزيد 125 غرام ديال الطحين وواحد الخميره ديال الحلوى. صافي وكنخلط مزيان ساهلين مهلين، كنخلطهم مزيان وكنبدا نطيب فيهم في هذا المقله اللي فيها هيدا الدوارات ستيتوين. كتجي صراحه سهله وعمليه دغيا ما كنسالي. صافي كنطيبهم واحد جهه ومي كيبداو يطيبوا كنقلبهم من جهه اخرى يتحمروا. صافي البانكيك ديالنا كيكون واجد. وهنايا دوست نعدل لهم هاد مادلينات ستيتوين في هاد مولة ستيتوين كيعجبوهم حيتاش مختلفين فيهم بزاف الزواقات كيبقاو يختاروا خصني هادي انا خصني هادي. نسيت ما صورت لكم شي مقادير ديال هذا، هي مقادير الكيكه وانا كنعملهم هيدا ستيتوين. المهم انا نقول لكم ساهلين كيك اليومي المعتمد عندي دائما كنعمل نفس المقادير، فيهم 4 ديال البيضات،
كاس ديال الياغورت. بديك الكاس كنعبروا كل شيء، كنعملوا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين، وواحد الخميره وواحد الفاني. انا بدل ما كنقسم الخليط في جوج طيسان باش نقص عليا القشوع، كنخوي في الاول كنعمر غير النص هنايا، شي منهم عملت فيهم ديك الحبيبات ديال الشوكولا في القاع، شي منهم عملتهم في الوسط. المهم كنعمر في الاول النص حتى كنسالي ليمون كامل، ديك الساعه كنشبر في ديك الطاسانيت، كنزيد مغارف ديال الكاكاو جوج ولا ثلاثه على حسب كل مره وكيفاش، وكنخلط الخليط كيرجع لي ديال الشوكولات، وديك الساعه كنزيد نكمل الطبقه فوقانيه، كنكمل ديك الخليط ديال الشوكولات حتى كنعمرو ماشي حتى نرص. المهم كنخلي الربع خاوي صافي، وشي منهم زلقت لهم وجههم بالشوكولات على الوجه، وكندخلهم الفران على 180 درجه، وكيطيبو كيجيو مزيونين كيعجبوهم دغيا كيتسالو. وها هما الكيكات من بعد ما خرجوا من الفران كيجيو مزيونين، كيخرجوا من هذا المول بسهوله كيف ما كتشوفوا معايا، هاد الستين كيجيو حلوين دغيا كيتسالو كيمشيو في لقمه. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، وهذا هو الشكل ديال البانكيك. وهنا كيكون سالا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق مزيون في حالكم، ديو معايا ربي شافيني، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه.